كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم. السلام عليكم. بعدا كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير. كما كتشوفوا الفيديو اللي داز اللي حطيت لكم، هذه التتمه ديالو. انا كملت الشغال ديال الليل، كنت غنحط لكم هذاك الفيديو معاه، وقلت ما غاديش نمسحو، غادي نخليه باش تشوفوا هكذا كيفاش كنكمل نهاري، كيفاش كنبدا نهاري جديد. كما كتشوفوا تما باش حطيت هذيك العشيوه، جيت لهنايا غنغسل الماعن. وعلاش انا قسمت الفيديو؟ نحاول نبقى نحطو مره 12 دقيقه، نحاول صراحه ما كاش نحط لكم نص ساعه، ولكن من الاحسن هكذا باش حتى ان شاء الله تقاد لي القناه وتقاد لي المشاهدات، ونفس الوقت يتقاد لي الويفي وما داير فيه يا البنات. عرفتي كنبقى نطلع على الفيديو ديالي كنشوف ضربت فيه تماره وما كيبغيش يتيليشارجا. عرفتي راه ما نعاود لكمش، كنحس بحال غيجيني شي شلال شي نهار. ما عرفتش واش نتوما هكذا. وعاد ان شاء الله بغيت نبدل لاباري، ندير شي لاباري تكون شويه مجهده، حيت صافي تعصبت بزاف مع هاد الويفي، وتنبغي نحط يوميا وباغا نخدم على قناتي. ولا اله الا الله، ما عرفتش واش عندي شي عكس 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 في حياتي. ما عرفتش عندي العكس ولا عندي التابعه ولاش عندي، يا ربي السلامه. واخا انا انسانه قاريه واعيه، ولكن ما عرفتش بعض المرات استغفر الله العظيم عندي شي عكوسات في حياتي. والله يفرجها ويسر الامور ديالي وديالكم ان شاء الله. كما شفتوا البنات دابا اول حاجه ملي تعشيت جيت لهنايا كنغسل الماعن بالتيد وجافيل ضروري البنات، وصافي. وجيت هنا كنقص من هذاك الغراف ديال الحليب باش ما كيبقاش يتهرق ليا معاه، كنجي نبرك يطير الحليب. صافي جيت هنا نطحن، راجلي بغى العصير بالفريز، هو كيعجبو ضروري بالليل ملي كيتعشى كيجي من الخدمه كيجي سخفان كيبغي كويس العصير. انا تما درت ليا اتاي بالزعيط بزعيطره، وجا هنا راجلي قال لي ما بغيتش اتاي بزعيطره، وجا كيهضر معايا قال لي واش وجد اتاي بغى يشرب كويس. قلت لي دابا واش بغيتي العصير ولا بغيتي؟ وصافي وكنتسنى، قلت لي بلاتي تيتشحر. وصافي هنا كنغسل الماعن وهنا كيهضر معايا، وصافي وبقى هكداك في التصوير. صافي درت ليه، طفيت على البوطه ودرت ليه، عطيتو حتى هو يشرب زعيطره. عرفتي البنات زعيطره زوينه بالنسبه للناس اللي عندهم بومزوي. هو المصرار الكبير، انا صراحه عندي داك بومزوي قهرني، الا ضحكت بزاف كيضرني كرشي، الا تخلعت يعني خلعني غير شي حد ولا تخلعت كيشدني داك بومزوي. ما ناكلش بالعصير البنان، المهم اي حاجه هكداك سكسو كيضرني. فالزعيطره لقيتها هي الدواء ديالي، وان شاء الله نشارك معكم الاعشاب اللي كنشرب بالليل اللي كتحيد ليا انتفاخ البطن والالام وبومز. البنات انا كندير واحد الفوطه وكنطلق عليها الكيسان والماعن كامل، وكنمسح هذيك البلاصه ما كنخليش الماء كيدور، وهكذا من الاحسن. كتلقاو الدنيا ناشفه في الصباح، غير ديك الفوطه صبنتها، واحد الفوطه عندي صغيره كنفرشها تما صبنتها. فيما انا كتقدم عليا شي فوطه كنديرها هكذا هكذا كنفرشها هكذا في البوطاجي باش كنوض الصباح كنلقاها هي بس كوعارفين الماء لا مشى لكم تحت الفران ولا هذا. وصافي البنات، وهنايا العصير وداك الشيء وجدتو، الكوزينه جمعتها ولات كتشعل. صافي هنا غادي نمشي نعس، وغادي نقول لكم تنطلقوا في الصباح ان شاء الله. دابا نيت في هذا الفيديو غادي نبدا معكم فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله، بقاو معايا. لاباس عليكم بخير، كنتمنى ان شاء الله تكون الامور ديالكم بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد ان شاء الله، حتى النظر ديالي عاود خصني ناكل عليهم العصاد نضادر. وصافي ومشيت تقديت البنات، جبت تقديه. المهم اليوم صباح الخضره غاليه، ما هذا الشهر هذا كله الخضره غاليه، من الله رمضان شنو غادي تكون فيها مع يجي في شهر 4. اي والله بسم الله عليه على خير. انا شوفوا شفت واحد الربطه ديال الربيع، شوفوا 10 ريال هذه، باقا 10 ريال باقا 10 ريال 10 ريال باقا كنشريو بها، نشريو بها الخميره، نشريو بها الربيع، شتت كلشي، نشريو بها الخرقومات باقا كدور باقا باقا ما جبت بها الربيع كبيره. واخا تشوفوا طيحت البطاطا والكوزينه عندي مجفه ما بغاش نسخها، خديت بطاطا ما عرفتش واش غنديرها للغدا ولا لا، والله ما عرفت الصراحه. معتمد بالله مشهي اللحم بالبرقوق، هذه شي سيمانه هو تيقول لي ماما عافاك ديري لي اللحم بالبرقوق،
ومشيت قبيله عند الجزار جبت اللحم وجبت البصله دابا وقلت غنقدر ما عرفت واش نديرها ليه واش ندير ليه البطاطا. المهم تنشوف خديت البطاطا شوفوا بقى الطراب ديالها مطيشه دايره 80 ومهم كلشي تقريبا البطاطا دايره 60 وبدنجان صابح داير 100 خلاتها ماما كحل الكماره ولكن صراحه بنينه هاد البدنجان. البدنجان احسن حاجه عندي لكم واحد العشيوه زوينه بالبدنجان. البدنجان الطريقه ياكلوها وليداتكم وحتى رجالاتكم اللي ما كيبغيش البدنجان. حنا كنقولوا ليه البدنجان فصله، نتوما كاين اللي كيقول لي علاش كتقولي البدنجان، حنا كنقولوا ليه البدنجان. الا سولتي الخضار تقولي لي شحال البدنجان، كنقولوا جد البدنجان. شو بغيت نقول لكم، خديت البصله حتى هي وغنوريكم واحد الطريقه زوينه غيوليو ياكلوا بها وليداتكم بودنجان بلا ما غيحسوا، وبواحد الطريقه بنينه واحد العشيوه غتكون زوينه. جبت اللحم شكرا رديته كله تراب ولكن راه من برا من الميكرو. جبت اللحم بزبري وجبت كفيته حتى هي صافي. هادشي اللي جبت والعجينه راه هي غطيت عليها بالمنديل راه ما غاديش ندور لكم. هاي كتخمر دخ دخ ما كتعرف الاتجاهات صافي. البنات هادي شحال الساعه دابا، دابا 12 انا غادي نحي مع نديها تقلى وغادي نقرف الخبز وغادي نمشي نحي التصبيغ من الماكينه المشلله ونعصرها. وشنو اخر غادي ندير، وغادي ندوز واحد الجفيف عزاكم الله على الدار وصافي. ومن بعد شنو غادي ندير، شنو غادي ندير، نمشي نجيب ولدي معتمد بالله عندك نمشي نتاه وصافي. وكما قلت لكم الا كنت غادي ندير البرقوق حتى نكون جايبه معتمد عاد نجيبو معايا العسله. وانتوما معنا ما تش عجبتني حمراء خضيره. خديت كيلو بطاطا وبدنجان كيلو بصله حيمه كفيته ربع هادشي كامل البنات 40 درهم حيت الخضره صبحه غاليه. هادو ب 40 درهم باللحم ديالو بكلشي 40 درهم. المهم انا كنقول الاثمنه حيت كاين بعض القنوات يقولوا لي سناش كتقولي الاثمنه، راه كنقولهم حيت هكذا كنشارك الروتينات ديالي كنوريهم المعيشه في سله شحال دايره عادي. كل واحد كيقول المدينه ديالو واش خضره غاليه واش خضره رخيصه. حنا في سله ها هي تبارك الله 40 درهم فيها غدا وعشاء. هادشي اللي بغيت نشارك معكم، ماشي كن كل واحد كيفاش كيفكر فيها ولكن انا كنفكر فيها بهذه الطريقه. كنوريكم المعيشه في سله 40 درهم فيها اللحم فيها كفيته فيها القزبر فيها مطيشه فيها البطاطا فيها الدنجال فيها البصله. البرقوق لا البرقوق اوهو عاد نمشي نجيبو صافي. هادشي اللي بغيت نقول لكم. دابا نمشي نغسل اللحيمه ديالي نديرها تقلى. عاد شفت هاد العظم عطيني عظم قداش، غادي نديرها تقلى وهذا ونمشي نقرص الخبز. المهم البنات صافي جيت نعجن ونسيت ما قلت لكم شحال البنات راه فيها حتى الطحين هاد 40 درهم وصافي البنات جيت انا كنقلي الحماق. العقل ديالو هو البرقوق ياك معتمد فرحتي لي مامي درت لك كانت شهوتو فيه اللحم بالبرقوق. ها اللحم بالبرقوق السي معتمد. البنات من بعد ما صافي رد تغديت غديت معتمد بالله وديتو للمدرسه حيت انا راجلي ما كيجيش بكري. صافي غديتو هو بعدا ديتو حطيت ليه اللحم بالبرقوق وجيت هنا البنات درت هنا واحد جوج ديال البيضات طربتهم مزيان مع كاس صغير نص كاس صغير ديال الزيت. جربوا هاد الكيكه كتجي غزاله مع هاد الدانون صغير ديال الاطفال زوينه. هاد الدانون بحال بتي سويس اللي كان شحال هادي دانون صغير دانينو كنديرها جوج هو حلو راه داير بحال دانون مسوس زويون وكيجي الكيكه كتجي زوينه. هنا درت هنا جوج دانونات هاد الصغار ديال الاطفال وزدت عليها كاس سكر كاس صغير ديال السكر نص كاس ديال الزيت وجوج بيضات وجوج دانونات ديال بتي سويس صغار وكاس صغير ديال السكر سنيده وزدت عليهم جوج خمارات حمرين ديال 8 غرام الكيكه. بغيت نديرها الكوتي باش نديرو كاسكروت حتى راجلي كيبغي يديها معاه ملي كيجي يتغدى كيديها معاه للخدمه. انت
تيبغيش ياكل الماكله ديال الزنقه كضرو. صافي من الاحسن قالها لي قال لي ديري لي كيكه باش نديها معايا. صافي جيت هنا كنصايبها وقلت نيت نشاركها معكم. صافي هنايا غنضرب هاد 3 الكيسان ديال الطحين مع هاد 2 بيضات كما قلت لكم، نص كاس ديال الزيت وكاس السكر صغير ديال السكر سنيده ودالون تي سويس 2 وجوج خمارات. تجينا شويه كتكون ثقيله. صافي وغادي نجيب المولة ندير هذاك المول الصغير طويل. البنات كما كتشوفوا صافي دهنت المول هذاك الطويل، غادي ندير فيه الكيكه والفرانه ديجا شاعله، غادي نديرو يطيب في الفرن الشامل الفران. البنات غادي ندير الكوتي. لاباس عليكم بخير، كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الوصفه او اقتراح للعشاء غادي تعجبكم بزاف بزاف، وهي غادي نديرو واحد العشيوه بالبودنجال. وليداتنا ما كيبغوش بودنجال، فدائما كنحيرو معاهم، وحتى رجالاتنا علاش لا، اي واحد وليداتنا اي حد في العائله ما كياكلش بودنجال، اليوم غادي نقلبوه وغادي نخليوه ياكل بودنجال وعاد غادي يشكر له وغادي يقول لك هاد العشيوه جات لذيذه. الطريقه كيفاش؟ غادي نحتاجو هنايا 2 دنجالات، غادي نحتاجو هنايا 4 ديال الكفته، الكفته ديال اللحم، ولا بغيتو تعوضوها بالكفته ديال لاداند او الكفته ديال الدجاج علاش لا. غير انايا علاش ما درتش الكفته ديال لاداند حيت راجلي ما تياكلهاش، فداكشي علاش درت هذه ديال اللحم. هنا غادي نحتاجو 2 مطيشات، غادي نحتاجو 2 معالق كبار ديال لاشابلوغ، خبز محكوك، انا خبز عندي ديال الزرع بارد ديال البارح طحنته. غادي نحتاجو بصله مشنطه، غادي نحتاجو القزبور والمعدنوس، غادي نحتاجو هنا العطريه عندي التحميره الكمون والتحميره والملحه والبزار وشويه سكينجبير. غادي ندوزو الطريقه على بركه الله. غادي نجيبو واحد الاناء، وغادي نقيو هاد البودنجالة، صدقوني البنات غادي تعجبكم بزاف هاد الوصفة هادي، غتبقاو ديما وليداتكم وخا ديروها مغاديش يعيقو كاع هاد الأكل، يعني لأن طريقتي هاد الوجبة، غي تبعو هاد المراحل وغادي تعجبكم بزاف. انا كنقول بودنجال حيت حنا عندنا فاسنا كنقولو بودنجال، بودنجال او دنجال. هنا غادي نجيبو 2 دنجالات، غادي نقيوهم يكونوا من حجم متوسط ماشي كبار، و تضعفو المقادير ضعفو على حسب الافراد. نجيبو دابا الدجاج وغادي نقطعوهم وغادي نطحنوها في مويونيز، منها غادي يكونوا بداتنا كلاو الدجاج، ونفس الوقت غادي نكونوا درنا واحد الوصفه جديده بزاف، لان بودنجان غادي يعطي واحد النكهه زوينه للفته، ونفس الوقت غادي نضاعفوا الكميه، يعني غادي تولي الكفته كثيره. انا درت اللحم صراحه بالكفته ديال اللحم كتجي زوينه، ولكن بغيتي تعوضوها بلاداند علاش لا، بالكفته ديال الدجاج، كل واحد يدير اللي عنده. المهم انكم تبعوا هاد المراحل غادي تعجبكم بزاف. طبيعه الحال عزلنا الدنجال اللي ما فيهش الزريعه باش ما يجيش مر. ونسيت ما وريتكمش بودنجال كيفاش تعرفوه، من هنا من الراس ديالو، كاين الراس من هنايا كتعرفوا، الا بركتو عليه بحال هكذا وبان لكم رقيق راه ما فيهش زريعه، الا بان لكم هذا الراس غليظ راه غادي يكون فيه زريعه. وطبيعة الحال الا كان كيت بومبا عرفوه راه عامر بالزريعه، الا كان
كي تبومبا صلحوا لي راه ما فيهش الزرعه، اذا كان قاصح عرفوا راه فيه عمر الزرعه. دابا غادي نمشي نخليكم واحد شويه، نمشي نطحن هاد البوتنجان في الطحانه مولينيكس اللي عندكم ونرجع لكم. حبيباتي احبائي، هنايا البوتنجان ها هو ولا على هاد الشكل هذا، صافي طحناه. نبداو على بركة الله، غادي نجيبو الكفتة، غنضيفو ليه الكفتة، غادي نضيفو ليه الكفتة، وغادي نزيدو ليه البصلة، غادي نزيدو ليه شوية القزبر، هدا نخليوه حتى نديروه في لاصوص، غادي نعجنوه، غادي نزيدو العطرية، غادي نزيدو الملحة، وغادي نزيدو الكمون، غادي نزيدو هاد لاشارك ليه خبز. وغادي نزيدو بيضة، طبيعة الحال نحط لكم المقادير في صندوق الوصف، كما قلت لكم غادي ديرو جوج معالق حتى ثلاث معالق كبار ديال الخبز المحكوك. هنا البنات الخليط كما كتشوفوا ولا ليا يعني غنديروه كويرات، غادي نخليوه حتى يشرب ليا هاد المقادير وعاد غادي نديرو كويرات. هنايا في واحد الاناء سيحوا لي في واحد البلاصه، غادي نحكو مطيشه، غادي نحكو غادي نزيدو واحد الصيص ديال الثومة، نحاول ليا حسن، غادي نزيدو هنايا القزبر المعدنوس، وغادي نزيدو هاد التوابل اللي بقات لينا اللي فيها الكمون والبزار والسكينجبير، غادي نقص الاول، غندير النار مهيله وفي التالي غادي نقص النار، وكنضغط على الكفته بيديا باش اي فائض ديال الماء تكون جات داخل الماء غايحيد. ما نحركهاش حتى نشوف الكفته من هنايا صافي عاد نحركها. كما قلت لكم نحيد الفائض ديالنا، نقلب الكفته، نقلب
صافي وغادي نخليها تقلى حتى تاخذ اللون ذهبي وعاد نرجع لكم. يوم شويه ديال التحميره والبزار والسكينجبير وداك القزبر والمعدنوس وفصيص ديال الثومه وصافي، ودرتها كطيب على خاطرها وزدت ليها شويه ديال الزيت صافي وخليتها كتشحر مزيان. ومن بعد غادي نزيد ليها هاد الكفيته هادي اللي ديجا قليتها. كما قلت لكم من نجي نكورها اما نديرها فشي شبيكه نصفيها من هذاك الماء، اما من نجي نكورها نبرك على واحد شويه غير شويه هكذا بيديا يخرج من هذاك الماء، عاد نديرها في التقله باش الماء ما تلقناش في الزيت. صافي وسهله مهله، راه وعاتي اللي غياكلها كونوا على يقين غيسحب ليه غير الكفته ديال بقريه، ما غاديش يسحب ليه لان البوتنجان كيعطي واحد المذاق بحال الكفته بقريه. هذاك الشيء قلت لكم من الاحسن ديروا كفته بقريه، يعني غير ويبعه راه ما غالياش، حسن ما ديروها تلاداند وهذا وتا هي ممكن ديروها علاش لا، غير البقري من الاحسن. صافي البنات غادي نخليها طيب، ماشي نخليها طيب غير باش تحاول بحال الكفته العاديه تشرب لينا شويه داك لاصوص، غطي عليها واحد شويه ونرجع لكم الطبق النهائي. ونتمنى تجربوها غتعجبكم بزاف بزاف، حتى الناس اللي ما كياكلوش بوتنجان غياكلوه وما غاديش يشعروا. ديال النهائي البنات ديال الكفته كتجي لذيذه البنات، ومطيشه انا شحرتها مزيان. الا بغيتو تخليو لاصوص كثيره ديروها، انا صراحه غير الليل هذا ما بغيتش نكثر لاصوص بزاف. وصافي هذا هو الطبق ديال النهائي، غادي يعجبكم بزاف بزاف وغادي يجي لذيذ. والعشاق ديال الفرماج الا بغيتو تحكوا عليها شويه الفرماج او الموتزاريلا كتجي رائعه من الفوق. انا اكتفيت بهذا الشكل وغادي نقول لكم السلامه عليكم. ما بغيتش نزوقها بالمعدنوس حيت ولدي ما تياكلش المعدنوس، وهذا الشيء اللي كاين البنات. انا غنقول لكم السلامه عليكم، ما تنساوش لي لايك وشكرا لكم بزاف بزاف، وصراحه كتجي رائعه البنات.